الأسماء الموصولة هي أسماء مبنية لربط الكلام وبالأخص ربط الأسماء بالأفعال، مثل جاء الطالب الذي يحترم مدرسه. إذن هنا هذا هو اسم موصول. ربط الاسم بماذا؟ بالفعل. والأسماء الموصولة لابد أن يأتي بعدها جملة، وتكون هذه الجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. طب هنا إعرابه أو إعراب الاسم الموصول، هنا الأسماء الموصولة مبنية، تكون دائما مبنية، ممكن تكون في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر على حسب موقع هذه الجملة. يعني إذا وقعت فاعل أو مبتدأ فهي تكون في محل رفع هذه الأسماء، أو وقعت في محل نصب مفعول به، أو في محل جر تكون في محل جر. والجملة بعد الأسماء الموصولة أو شبه الجملة، سواء كانت هذه الجملة اسمية أو فعلية أو شبه جملة، تعرب صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. ولا بد أن تشتمل على ضمير، يعني هذه الجملة لا بد أن تشتمل على ضمير يربط جملة الصلة بالاسم الموصول. يعني هذا الضمير هنا، يعني إذا كنا هنا نحن جاء الطالب الذي يحترم مدرسه، هنا هذه الجملة لابد أن يكون لها ضمير يربط هذه الجملة بماذا؟ بالاسم الموصول. طب هنا الأسماء الموصولة كلها مبنية ما عدا اللذان واللتان، يعربان إعراب المثنى فيرفعان بالألف وينصبان ويجران بالياء. اللذان واللتان يعربان إعراب المثنى، لماذا؟ لأنهما مثنى. هنا الأسماء الموصولة تنقسم هنا إلى قسمين، الاسم أولا أو القسم الأول الأسماء الموصولة الخاصة، يعني الذي هذا يختص للمفرد المذكر والتي للمفرد المؤنث هكذا. قال الله تعالى: وقال الذي آمن. هنا من الذي فعل القول؟ الذي هنا وقعت في محل الفاعل. طب كيف الإعراب؟ سنقول اسم موصول مبني على السكون في محل رفع ماذا؟ فاعل، لأن مكان الكلمة أو أصل الكلمة هنا ماذا؟ جاءت في موقع الفاعل، لذلك نقول اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. طب وآمن، آمن فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وهذه الجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. طب هنا التي هنا خاصة بالمفرد المؤنث. قال الله تعالى: وراودته التي هو في بيتها. نلاحظ هنا أن التي هنا اسم موصول، هنا اسم موصول، وهو في بيتها هذه الجملة اسمية، هذه الجملة ماذا؟ اسمية، صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. طب هنا اسم التي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. نلاحظ هنا أن الجملة اشتملت على ضمير يربط الصلة بالاسم الموصول. قال الله تعالى هنا: اللذان للمفرد المذكر. قال الله تعالى: واللذان يأتيانها منكم. هنا اللذان اسم موصول مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف، لماذا؟ لأنه مثنى، هنا معرب ليس مبني، لماذا؟ لأنه يعرب إعراب المثنى، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. هنا اللتان، اللتان هنا للمثنى المؤنث، مثل شكرت اللتين. إذن هنا شكرت شكر فعل، والتاء هذه فاعل، وهنا مفعول به، إذن لأن الشكر وقع على اللتين هنا، لذلك اللتين اسم موصول منصوب وعلامة نصبه الياء، لماذا؟ لأنه مثنى والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. كذلك الذين للجمع المذكر، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، إذن الذين هنا اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به، لماذا؟ لأن الكلمة وقعت في محل المفعول به، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. كذلك اللائي واللاتي، اللاتي هنا جمع التي،
هما تستعملان لجمع المؤنث. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، ما بال النسوة اللاتي. هنا اللائي واللاتي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر في هذه الجملة، الثانية في محل جر نعت، لأنها وقعت ماذا؟ لأنها وقعت هنا صفة. ثانيا القسم الثاني من الأسماء الموصولة العامة التي تستعمل للمذكر وللمؤنث وللمثنى وللجمع هكذا، مثل من تستعمل للعاقل، وممكن أيضا أن تستعمل لغير العاقل ولكن هذا قليل. قال الله تعالى: ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. إذا من هنا ليس حرف جر، لأنه لن هنا اسم موصول، لأننا ممكن أن نقول ولكن الله يسلط رسله على الذي يشاء هكذا، والله أعلم. هنا من هنا اسم موصول، ولكن هنا يوجد قبله حرف جر، لذلك سيكون الاسم الموصول في محل ماذا؟ مبني في محل جر. كذلك أيضا لما نهوا عنه، لأنه في تقدير غير القرآن نقول للذي نهوا عنه هكذا. يبقى من هنا اسم موصول مبني على السكون في محل جر، لماذا؟ لأن سبق باللام، وهذه اللام حرف جر، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وهنا ما تستعمل هنا لغير العاقل. طب هنا ذا تستعمل للعاقل ولغير العاقل، وتأتي بعد ما الاستفهامية أيضا أو من الاستفهامية. هنا كل من ذا، هنا من هذه استفهامية، لذلك جاءت بعدها ذا. ذا هنا ستكون اسما موصولا، لذلك هنا اسم موصول مبني على السكون في محل رفع ماذا؟ رفع خبر. لماذا؟ لأن من هنا اسم مبتدأ، وذا هنا خبرها، والجملة بعدها صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. كذلك أي مبنية تستعمل للعاقل ولغير العاقل، سينجح أيهم مجتهد. إذا أي هنا من الذي سينجح؟ أي. إذا أي هنا ستكون اسم موصول مبني على الضم في محل رفع ماذا؟ في محل رفع الفعل. طب هنا أيهم، هم هذا الضمير ضمير متصل مبني في محل جر بماذا؟ بالإضافة. طب هنا مجتهد خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير سينجح أيهم هو، سينجح أيهم هو مجتهد. إذا مجتهد هنا خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هو مجتهد، والجملة الاسمية صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. طب هنا الرابط الذي تكلمنا عنه، انظروا، قال الله تعالى: قال الذي عنده. انظروا هنا الذي هنا اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. طب هنا عنده شبه جملة، شبه الجملة عند، هنا عنده شبه الجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، لذلك نقول ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف والهاء مضاف إليه، متعلق بفعل مضمر تقديره استقر، وجملة استقر عنده صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. إذا من الإعراب. إذا التقدير وقال والله أعلم في وقال الذي استقر عنده علم، وهذا هو التقدير. لذلك هنا عنده، لذلك نجد هذه الهاء، نجد هذه عنده هنا صلة، وهذا الضمير يعود على كلمة ماذا؟ كلمة الذي. لذلك لابد أن تكون هذه الجملة صلة الموصول أو شبه الجملة أن تشتمل على ضمير يربط جملة الصلة بالاسم الموصول. كذلك أيضا قال الله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة. هنا إن ذلك إذ يتوفى الذين هنا اسم مفعول، اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. هنا فعل ماضي، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. طب هنا والضمير واو الجماعة، هنا هذا الضمير يعود على ماذا؟ يعود على الذين. لذلك اشتملت هنا جملة الصلة، اشتملت على ضمير يعود على الذي. لذلك هنا الضمير ممكن أن يكون
مستتر، وممكن أن يكون